السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، فيديو اليوم اللي غنتكلم عليه عن الأخ تحفة وحقيقة استدعائه من طرف القنصلية المغربية، واللي سافر على عجل إلى أمريكا باش يشوف القنصل ديال أمريكا، واللي أكد محمد تحفة أنه تلقى العديد من الشكايات من المغرب على أساس أنه كينتقد المؤسسات الدولة والمفسدين. وهنا كيتبين لنا أن من وراء هادشي هو الحساب ديال حمزة مومبيبي، لأنه عارف بخبايا هاد العصابة ويأتي دائما بالأدلة والحجج، ومع قرب الجلسة والحكم النهائي لمولات الحساب المعروفة واللي معروفة لجميع المتتبعين وجميع المغاربة، واللي مستافدة من جميع الامتيازات ديال الصراح المؤقت رغم الأدلة اللي في حقها، وحتى أنهم اعتبروا كل من تحفة والمديمي انفصاليين في هذه خطة كيدية من أجل النيل منهم. وهذا الشيء بيحصل مع الأستاذ المناضل. وهنا اللي كيتبين لينا اخوتي ان النقافات اللي خرجوا فورا يعني ملاحظه او سمع خبر استدعاء محمد تحفة من طرف القنصلية المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا باللي هاد الشكايات تفعلوا وهذا لا اساس له من الصحة، لان تحفة والخبر اللي قدر نوضحه لكم على هذا الأساس فهو كيستعد للحصول على الجنسية الأمريكية، لأن مدة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي دوزها هي 12 سنة، لكونه أنه دوز هذه المدة وعدوا الحق أنه يحصل على هذه الجنسية الأمريكية وغيعيش معززا مكرما وغيدير بالناقص يجي للمغرب، لأنه عارف إلى حط رجله في المطار فغيقرقبوا عليه. هناك تبين لنا كذلك أخوتي أن القانون الأمريكي كيحمي هاد الناس وكيحميهم وكيعطيهم مجموعة من الامتيازات، وحتى أنه هاد السيد هاد الإنسان المناضل الحقوقي قدر أعتبر أخوتي حقوقي قبل ما يكون مدافع الأستاذ المديمي، فهاد السيد دائما كيهضر على الحق لأنه عايش في ديك الدولة الأمريكية وعارف القانون ديالهم وعارف حتى يعني حرية التعبير، حرية النقاش، حرية الرأي، على عكس هنا في المغرب فمجموعة من اليوتيوبرز تم القبض عليهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات. وهنا كيتبين لنا يعني تكميم الأفواه، يعني كثير كيخافوا أنهم يتكلموا على هذا الحساب ديال حمزة مومبي أو على المغنية أو على الدفاع ديالها، لأن كل شيء ولا خايف حتى واحد ما قدر يتكلم. وهذا السيد الشجاع البطل الشجاع اللي هو اصلا وطني، وحتى الخرجه الاخيره اللي خرج ودار ديك مع الجاليه المغربيه في الولايات المتحده الامريكيه واللي بينوا على الوطنيه ديالو وعلى اساس الصحراء المغربيه، وهذيك القافله اللي ضخمه واللي عرات على مجموعه من الحقائق لهذا السيد اللي دائما كيدوي على الحق، دائما كيدوي على يعني شي حاجه صراحة شي حاجة اللي حقيقية، راه ماشي كيكذب هاد السيد. من بعد هاد النقافات اللي ضربوا لي في الوطنية ديالو كما ضربوا الأستاذ المديمي في الوطنية ديالو، وخلقوا لي مجموعة من الأشياء الكيدية بما فيها هذاك التقرير الأخير اللي ربما أن هذاك صاحب هذاك التقرير المفبرك فهو من داخل البيت الحمزاوي، من داخل البيت الحمزاوي، وحتى هذوك المتهمين اللي كيدوزوا ديك العقوبه ديالهم داخل يعني الودايه فهم عارفين شكون عامل داك الشيء، عارفين ان هذيك القضيه ديال التقرير فهي خرجت غير من ديك الحساب ديال حمزه مومبيبي، يعني عضو من اعضاء هذا الحساب باش ينتقموا من هذا السيد. كذلك كتبين لنا اخوتي ان هذاك سيمونا اللي حاصل كذلك على الجنسيه الامريكيه والقانون اللي كيحميه كذلك بالرغم من مطالب من طرف الشرطة الانتربول لتسليمه للمغرب، وحتى انه متهم في هذا الحساب ديال حمزة مومبيبي بالاعتراف المزلزل لعائشة عياش
اعترفت امام الضابط القضائي وامام النيابه العامه وامام المحكمه وقالت بان هذاك سيمونا هو صاحب الحساب وكذلك يسير هذاك الحساب، لان هادشي ربما ان دفاع المتهمه اللي خرج يعني مرارا وتكرارا وتاكد على ديك البراءه ديال ديك المغنيه، فربما اقولها واؤكدها ربما ان هذاك الاعتراف ديال عائشه عياش فغيكون لصالح هذه المغنيه، بالرغم من اعتراف الاخت ديالها انها كتسير هذا الحساب. فهاد هاد الثغره ديال سيمونا والاعتراف ديال هذه عائشه عياش ملي اعترفت ان هذاك سيمونا هو صاحب الحساب ربما غيكون لصالح هذه المغنيه وبالتالي تحصل على على هذه البراءه. وهنا كيتبين لنا ان هاد سيمونا الى دخل الارض الوطن وحط رجله في المطار فغيقرقبوا عليه السلطات الامنيه وبالتالي غيواجهوه مع هذيك عائشه عياش، لان عندها مجموعه من الادله لتثبت تورطوا في هذا الحساب حمزه مومبي، وهذا الشيء اللي خايف منه وعارف انه ما يقدرش يجي المغرب وما يقدرش يواجه هاد العصابه وخرج الا بتصريح اخير في واحد الخرجه اعلاميه من الولايات المتحده الامريكيه، وقال بانه ما كيعرفش اصلا لا هذا الحساب حمزه مومبي ما كيعرف لا المغنيه، فهو نكر كل شيء. فهذا دليل على انه خايف لا يتورط في هذا الحساب وبالتالي يتم الحكم عليه باقصى العقوبات. فالحاجه الوحيده اخوتي اللي خصنا نتكلموا فيها ونوقفوا مع واحد السيد اللي هو الاستاذ ميديمي اللي دخل السجن ظلما وعدوانا بسبب هذه العصابه الحمزاويه اللي عملت مجموعه من المشاكل خلقات له يعني شي حويج، لانه بعيد عليها اصلا، لانه يعني تصدم من هاد شكايه الكيديه وحتى ديك التقرير الاخير اللي مازال ما عرفش كيفاش غيمكن له انه يكتب ويضرب في الوطنيه ديال المغرب، وحتى انه اعتبروه انفصالي. فدائما هاد الناس كيحاربوا الناس الشرفاء، الناس المناضلين، الناس اللي كيحاربوا الفساد، والناس اللي كيدافعوا المظلومين والمكلومين، حتى هذوك المفسدين اخوتي اللي عملوا لي هاد الشكايه الكيديه، فالله يخلصوا مع مقارب العمل اللي قاموا به، وهاد الشكايه الكيديه اللي لفقوا لهاد السيد وللام ديالو اللي ناشدات السلطات العليا باش يتم العفو ديالو، بالرغم انه اصلا ما متهم حتى شي حاجه فكتطلب العفو. صراحه حنا غنبقاو ناضوا ونوقفوا مع هاد السيد حتى الاخر رمق وتحصل البراءه، وهذا الشيء اللي خرجوا به الاساتذه عمالقه الاساتذه اللي وقفوا مع هاد السيد المناضل، واللي اكدوا لنا ان البراءه راه جايه ومجموعه من الحقائق غتبان، مجموعه من المفاجات اللي غتبين حقيقه اعتقال هذا الاعتقال التعسفي للاستاذ المديمي. ان شاء الله اخوتي حاولوا تبارطاجيو وعملوا لايك باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.